جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقر القلم، والبداية مع منشد. نبدأ منشأة مع عناوين صحفنا المحلية التي صدرت زيارة الرئيس الأسد لقاعدة حميميم في اللاذقية، وكذلك إنجازات الجيش السوري لأولى عناوينها. فنقرأ من صحيفة الثورة لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين، وكانت على الشكل التالي: الرئيس الأسد: السوريون لن ينسوا وقوف أشقائهم الروس إلى جانبهم في حربهم ضد الإرهاب. الجيش يستعيد عددا من النقاط شرق ضليعيات في عمق البادية ويدمر تجمعات ومقرات لداعش بدير زور. روسيا: التهديدات الأمريكية مرفوضة ومزاعمها بتدبير هجوم كيميائي كذبة صارخة لتبرير عدوان جديد. ألمانيا تدخل على خط الأزمة وتناصر الدوحة، والقطريون يصفون آل سعود بالخونة. النمسا تحذر من تمدد الإرهابيين في البلقان بدعم سعودي تركي. صحف بيروت لهذا اليوم أيضا الأربعاء رسمت في عناوينها ملامح مرحلة جديدة للمنطقة بناء على تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا، إضافة لملفات أخرى نقرأها في صحيفة الأخبار اللبنانية والتي كانت فيها العناوين كالتالي: أمريكا تلعب بالخطوط الحمر والنار، ذعر أمريكي وإسرائيلي من تطورات سوريا. مصر: الرئاسة تقر اتفاقية طيران وصنافير وحملة إعلامية لاحتواء الغضب. نهاية وهم الديمقراطية البرلمانية الفرنسية. البرازيل تحاكم رئيس تشاو تامر. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية أيضا، واخترنا لهذا اليوم من عناوين صحيفة البناء أبرز المقالات التي رصدت واقع التطورات في المنطقة. فنقرأ من عناوين صحيفة البناء لهذا اليوم إذن أبرز ما جاء في صحيفة البناء من عناوين، وكانت كالتالي: مهلة السعودية لقطر تقترب وقلق إسرائيلي في سوريا وتوتر تركي أمريكي. واشنطن تدخل على الخط بتهديد دمشق بذريعة هجوم كيميائي، وموسكو تحذر. زار قاعدة حميميم والتقى المقاتلين والطيارين الروس وتفقد مقاتلة سو 35. الرئيس الأسد: الشعب السوري لن ينسى وقوفكم إلى جانبه. الجيش اليمني يهاجم مواقع العدوان في نهم. نور المالكي يزور موسكو أواخر تموز. موسكو تعلن خريطة طريق لحل أزمة كوريا الشمالية. وترامب ومودي لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني أيضا. بينما صحف القاهرة لهذا اليوم الأربعاء تابعت جميعها عمليات الطيران المصرية ضد تجمعات الإرهابيين، إضافة لعرضها تطور ملف الأزمة مع قطر، فكانت عناوين الجمهورية على الشكل التالي. إذن أبرز ما حملته صحيفة الجمهورية المصرية من عناوين: النسور تصطاد ثعابين الإرهاب، القوات الجوية تدمر 12 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة قبل دخولها البلاد. فضائح الدوحة: عرض مستمر، تقرير أمريكي يكشف قطر خطفت مونديال 2022 برشوة تقدر ب2 مليون دولار وطائرة خاصة. كاتبة فرنسية: 6 مليارات يورو دخلت جيوب سياسيين بباريس لخدمة إمارة الإرهاب. أنباء عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى: داعش يسيطر على مناطق بالفلبين ويستخدم السكان كدروع بشرية. أما تعنت السعودي الخليجي في مطالبه المقدمة لقطر، كانت السمة الأبرز لعناوين صحف الإمارات. فنقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية لهذا اليوم أبرز ما حملته من عناوين، وكانت على الشكل التالي، ونختم بها مانشيت لهذا اليوم الأربعاء: محمد بن راشد لا بديل عن التزام الدوحة. الرياض: لا تفاوض مع قطر بشأن المطالب. الجبير: بيدهم قرار وقف تمويل الإرهاب. البحرين: الدوحة تقتات على الكذب والتفرقة. منظمة أمريكية: الدوحة تستضيف 43 من قيادات القاعدة. وداعش يخوض آخر معاركه ضمن 600 متر غربية الموصل. مشاهدين، إلى هنا ننهي منشط وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في صدارات اليوم. للمتابعة. Que
كتب علي قاسم في صحيفة الثورة السورية: الواضح أن الإدارة الأمريكية بدأت حرب ذرائع استباقية تحاول من خلالها مداراة الكثير من جوانب العجز والفشل في استراتيجيتها المحكومة بالأخطاء المتعمدة، والتي تشير إلى أن الكثير من رهاناتها قد وصلت إلى طريقها المحتوم، فيما تعويلها على الأدوات سواء الإقليمية أم تلك التي استرزقت على وجود العدوان الأمريكي تواجه المصير ذاته، إن لم يكن أسوأ، في وقت تواجه التنظيمات الإرهابية حالة من التشتت التنظيمي بعد الهزائم الكبيرة التي منيت بها، مضافا إليها انفراط عقد الدول الوظيفية المشغلة أو الداعمة والممولة لهم على خلفية مشهد التناحر المتدحرج. يتابع الكاتب بالقول: النفخ الأمريكي في قربة الكيماوي سواء كان لتبرير عدوان جديد أم لممارسة الابتزاز السياسي لن يجدي، والمتاجرة الرخيصة بأكاذيب وفبركات فشلت في الماضي لن تغير واقع الحال أو تعدل في المعادلة القائمة، وما عجزت عنه أمريكا في اعتداءاتها السابقة لن تحققه بأي اعتداءات قادمة، سواء كانت بذرائع استباقية أم جاءت من دونها، وسواء كانت لنجدة إرهابيها أم لحفظ ماء وجه مرتزقتها ومن يمثلهم. كتب إبراهيم الأمين في الأخبار اللبنانية: المنطقة في حالة غليان، الخطط التي وضعت وعمل عليها خلال 5 سنوات تعرضت للتعثر الشديد، الأزمة التي أريد لها أن تقضي على دول محور المقاومة وقواه تراجعت حدتها لمصلحة المحور نفسه، وانتقلت المشكلة إلى دول المحور الآخر وقواه، الولايات المتحدة كما الغرب وإسرائيل في حالة بحث عن وسائل جديدة لحفظ نفوذهم وتعويم حلفائهم من الحكومات والقوى على الأرض. في سوريا كل المؤشرات تقول إنه خلال أشهر قليلة سيتم القضاء على كل قواعد داعش وأماكن تمركزه وتجمعاته، وما سيبقى منها سيكون عبارة عن مجموعات من الذئاب المنفردة التي ستحاول الانتقام سواء في بلادنا أو في أي مكان من العالم، والحكومات تسعى منذ الآن إلى عدم عودة آلاف العناصر الذين جاءوا إلى سوريا والعراق خلال العقد الأخير، بينما ستواجه المجموعات الأخرى المتفرعة عن تنظيم القاعدة استحقاق التعايش مع الوقائع الجديدة، وثمة نزاعات لا تساعد على تقدير المرحلة المقبلة ما عدا صراعات دموية تحت الساحات حيث تعيش هذه المجموعات. كتب مع نحمية في البناء اللبنانية: أمريكا تمهد من خلال بيان البيت الأبيض لإطلاق أكذوبة كيماوية جديدة واتخاذها ذريعة لعدوان تنفذه ضد الجيش السوري، لكنه يبقى من دون أي نتائج، خصوصا في ظل إصرار الجيش السوري وحلفائه على مواصلة الحرب ضد الإرهاب. الأكيد أن صواريخ أمريكا وأكاذيبها وأحلافها كلها لا توازي رؤية الرئيس بشار الأسد وهو يتجول في مدينة حماة ويعايد الجرحى ويتفقد قاعدة حميميم. إنها الرسائل السورية الأبلغ والأقوى. ضربات الميدان والتغير في خريطة التقدم على الأرض جعلت من الحسابات الأمريكية تستبق الفعل بالتنبؤ، لعل فيه هذه المرة ضربا لخطوط التقدم وتغييرا في مسير مواكب التحرير، إلا أن التحضير الأمريكي الجديد القديم كما لم يغير في السابق من مسير العمليات لن يغير اليوم في حال كان هناك اعتداء. فلا التوماهوك أفلح ولا طائرة الشعيرات انكفأت، فالهدف أمام عين النسر واضح، ولكن ما احتمالات حصول اعتداء جديد وما فرضيات الرد في حال وقع؟ وما الرد الروسي الإيراني على التهديدات الأمريكية، خاصة بأن موسكو وطهران كان لها نصيب وافر من تلك التهديدات؟ التطورات الميدانية والسياسية مع ضيفي من بيروت الخبير بالشأن الروسي عباس صباغ. أسعد أوقاتا أستاذ عباس. أسعد الله أوقاتك وكل عام وأنت وسوريا وقيادتها وشعبها وجيشها. وكل عام وأنت بخير أيضا. يعني أستاذ عباس، بداية، الكل شاهد التصريحات الأمريكية الأخيرة التي حاولت من خلالها واشنطن التغطية على عمليات التقدم الميداني الكبير على الأرض التي يقوم بها الجيش العربي السوري، ولكن السؤال يبقى الآن: ما احتمالات وقوع اعتداء أمريكي جديد؟
يعني بطبيعة الحال من ينظر إلى الخارطة الميدانية في سوريا أولا ينظر إلى الدعم الإسرائيلي المباشر لتلك الجماعات المسلحة تحديدا في ريف القنيطرة، ثم جاءت هذه التصريحات الأمريكية بعد التقدم الميداني للجيش السوري وحلفائه في أكثر من منطقة. طبعا سبق هذا اعتداءات أمريكية مباشرة على الجيش السوري، إن كان عبر إسقاط طائرة أو عبر استهداف مواقع عسكرية لمنع الجيش السوري من التقدم واستعادة الأراضي في يعني مع العراق. كان هناك أيضا اتفاق في الجبهة الجنوبية في درعا أجهض ربما لمرحلة مؤقتة، لكن التهديد الأمريكي يعني ليس جديدا منذ بدء الحرب على سوريا. شهدنا حتى في عهد أوباما كان يحضر لضربة عسكرية ضد سوريا، جاءت تمثيلية خان شيخون وقبلها تمثيليات يعني كشفتها الصحافة الغربية، وليس نتحدث نحن عن محور المقاومة يعني أو الدول التي تدعم سوريا، بينما الدول الأخرى كشفت هذه المسرحيات التي سبق ونفذت في سوريا كانت في إدلب وغيرها. هذا التهديد أو التحذير الأمريكي هو يأتي في إطار الرد أو الامتعاض من التقدم الميداني لسوريا وحلفائها في أكثر من منطقة، أيضا في العراق وقرب الانتهاء من القضاء على فلول داعش. كل هذه المعطيات دفعت بالأمريكي إلى التهويل ربما لحفظ ماء الوجه، وربما يذهب هذا يعني الأحمق كما بات يسمى الذي جاء فقط لسلب أموال الشعوب العربية في الخليج يذهب إلى ضربة عسكرية، لكن محاذير وتداعيات هذه الضربة لن تكون كما كان في 7 نيسان أفريقيا الماضي عندما استهدف مطار الشعيرات بضربة فلكلورية أكثر من هي واقعية. ونحن لن نستغرب أن يلجأ الأمريكي إلى هذا التهويل عندما نستمع إلى التصريحات الإسرائيلية، عندما نرى الرد الإيراني، عندما نقلت السعودية وغيرها الحرب إلى داخل طهران عبر تفجيرات إرهابية استهدفت البرلمان وضريح الإمام الخميني، ثم جاء الرد الإيراني عبر الصواريخ إلى دير الزور. كل هذه المعطيات جعلت من الأمريكي غير مرتاح للسير يعني تحالفه مع المجموعات الإرهابية التي بدا واضحا الآن ولا شك في أن هذه المجموعات هي حليفة لصيقة لإسرائيل ولأمريكا ولبعض الدول الخليجية التي لن يطول بها الزمن لتعلن عن علاقات طبيعية مع الإسرائيل. نعم أستاذ عباس، يعني هذا التهديد الأمريكي اليوم يأتي بعد تهديد آخر جاء من موسكو منذ فترة بعد إسقاط أو الاعتداء على المقاتلة السورية في الرقة وإسقاطها هناك. يعني اليوم فرضيات الرد الروسي بعد التهديد بأن أي جسم طائر في السماء السورية يعتبر هدف مشروع لقواعد الدفاع الجوي. اليوم كيف من الممكن في حال حصول هكذا اعتداء أمريكي جديد على سوريا أن تتعامل معه موسكو؟ يعني لنكن واقعيين، فرضية الصدام الروسي الأمريكي كان في الأجواء السورية أو على الأراضي السورية هي فرضية ضعيفة. لا تلجأ الدول الكبرى عادة إلى حروب مباشرة، يعني وهذه استراتيجية موجودة منذ انتهاء الحرب الباردة، هناك حروب بالواسطة طبعا كانت مختلفة في يعني في العقود السابقة حتى العام 90 أيام الحرب الباردة، لكن كان هناك مواجهة في أكثر من بلد وفي أكثر من مكان في العالم بشكل غير مباشر. الدول الكبرى عادة والدول النووية لا تتصادم لأن هذه لهذا الأمر تداعيات جمة وكبيرة. طبعا موسكو تستطيع أن تحذر، تستطيع أن ترسل إشارات، ربما يعني كما رأينا عندما حلقت طائرة F-15 بقرب من طائرة وزير الدفاع سيرجي شويغو وانطلقت سوخوي لتبعدها. يعني هناك عدة رسائل، لكن أن تكون هناك مواجهة مباشرة هذا أمر مستبعد وغير يعني غير ولكن يعني أستاذ عباس قد يكون هناك إجراءات دفاعية قد تتخذ ربما. نعم قد يكون هناك اعتراض بصواريخ على غرار ما يعني نذكر أن هناك 59 صاروخا أطلقوا على الشعيرات، وهناك عدد كبير من هذه الصواريخ لم تعرف أين ذهبت، هل أسقطتها الدفاعات الروسية، وهذا يعني الأمر الأكثر منطقيا. قد تستخدم روسيا هذه القبة يعني الصاروخية كانت S-400 وS-300 لمنع وصول تلك الصواريخ، لأن طبعا أمريكا ستعمل إلى القصف إما القصف الجوي أو عبر البوارج والسفن الحربية. وبكل الأحوال يعني منظومة S-400 تغطي الأجواء السورية، قد يكون الرد عبر اعتراض هذه الصواريخ وبشكل أكثر يعني ظهورا وأكثر صراحة من المرة السابقة.
لكن بطبيعة الحال الولايات المتحدة ستأخذ هذا التحذير الروسي على محمل الجد، لا يمكن أن تتغاضى عن كل هذه التحذيرات وتذهب إلى فبركات إعلامية يعني واضحة بأنها مسرحيات هزيلة وضعيفة في السيناريو والإنتاج والإخراج، وبالتالي الركون إلى هذه المسرحيات. ولنسأل فقط سؤال، يعني لماذا سيلجأ الجيش السوري للاستخدام الكيميائي؟ هل يعقل لجيش نرى بأنه يتمتع بحاضنة شعبية ومزيارة الرئيس بشار الأسد إلى مدن سورية في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت إلا دليل على أن هذا الجيش يتمتع بحاضنة شعبية يحقق ميداني على الأرض؟ ما الهدف من استخدامه الكيميائي ضد من؟ رأينا الطفل عمران، رأينا كل هذه المسرحيات التي كانت في السابق وقسم اليوم اللعب على المكشوف كما يقال. إسرائيل تدعم جماعات مسلحة بشكل واضح، أمريكا تدعم جماعات مسلحة بشكل، لم نعد نسمع عن المعارضة أو مجموعات معتدلة، انتفى هذا التعبير من الكلام السياسي. لماذا الجيش السوري، نعود إلى الأصل، لماذا الجيش السوري مجبر أن يستخدم أسلحة كيميائية؟ لا أناقش إذا كان يملكها أو لا يملكها، لكن ما الهدف؟ طالما أنه يتقدم ميدانيا في أكثر من منطقة وهو مرتاح إلى طبيعة سير المعارك ضد الجماعات الإرهابية وداعميها، فما المبرر لهذا السلاح الكيميائي؟ هذا طبعا ضمن الحرب التي تشن على سوريا بعد 7 سنوات من هذا الإخفاق وهذا الجنون الخليجي الذي رأيناها اليوم، الأفعى تأكل بطنها إن صح التعبير، يعني تدخل الدول الداعمة للإرهاب في تصفية حسابات بين بعضها البعض، كلها كان يترجم على في سوريا قتلا للشعب السوري وسفكا للدماء السورية ولدماء حلفاء سوريا. اليوم على ما يبدو هناك يعني معادلة واضحة جدا، ادفعوا أموال تسلمون، يعني يأتي هذا الأحمق ليأخذ خيرات الدول العربية ويرقص له بالسيف وتدفع له الرشاوة أيضا إن صح التعبير. أستاذ عباس، يعني طبيعي مع إسرائيل ونحن نتفرج. نعم، سؤالي الأخير لك وباختصار لو سمحت، أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي قال بأن تهديدات البيت الأبيض لسوريا اليوم بشأن احتمال استخدام سلاح كيميائي لا يوجد لها أي أساس قانوني، هل من الممكن اليوم أن يتخذ ترامب قرارا خارج نطاق مجلس الشيوخ أو الكونغرس الأمريكي أيضا بشأن عدوان بهذا الشكل؟ طبعا من صلاحيات الرئيس الأمريكي يعني في مسألة إعلان الحرب والسلم على أن يعود بعدها إلى الكونغرس الأمريكي ليدرس احتمال. لا نتحدث عن ضربات عسكرية، لا نتحدث عن تدخل عسكري على غرار ما قام به جورج بوش الأب أو ما قام به يعني أوباما بعد أو ما قام به غيره، لكن نتحدث عن تدخل أمريكي، نتحدث عن ضربات. يستطيع الرئيس الأمريكي بحكم الدستور الأمريكي أن يعطي أوامره بضرب بشان ضربات من هذا النوع، ثم يعاد إلى درس الأمر في الكونغرس. طبعا هناك ما يقوله هذا المسؤول الأمريكي بأن هذا هو المنطق، من أين هو المبرر القانوني، أين هو السند القانوني؟ نحن في عالم الآن لا يوجد اعتبار لا للقوانين ولا للمنطق، هناك اعتبار للفوضى التي يريد أو يراد أن تنشر في كل مكان. يعني القيم باتت، حتى القيم باتت ماضي، لكن في كل الأحوال النصر سيكون حليف سوريا وحلفائها في هذه المعركة مهما اشتد يعني هذا الحقد، وإن كان بأساليب وبأسماء مختلفة. نعم، شكرا لك ضيفي من بيروت الخبير بالشأن الروسي عباس صباغ، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أسرار الصحف بعد الفاصل. على خلفية الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي واقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كشف الكاتب فيليب جونستون في صحيفة ديلي تيليغراف عن اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمنح الأوروبيين القاطنين في بريطانيا والمقدر عددهم ب3,200,000 شخص إقامات دائمة لهم ولعائلاتهم، حيث قدمت اقتراحها لمجلس العموم البريطاني. وجاء في إطار هذا الاقتراح
إعلان عن الخطوط العريضة بشأن تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا مع بدء المحادثات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، الأمر الذي رآه كاتب المقال بأنه اقتراح عادل، ولكن أمر آخر تضمنه اقتراح ماي، وهو أنه يجب على الدول الأوروبية الاثنتي عشرة معاملة البريطانيين المقيمين لديهم بنفس الطريقة، ما اعتبره الكاتب بالغير عادل، لأن ثلث البريطانيين الذين يعيشون في الدول الأوروبية هم من المتقاعدين وغالبيتهم مكتفون ماديا. أيضا في أسرار الصحف وبعيدا عن السياسة، وفي ذات الصحيفة ديلي تيليغراف، فضيحة من العيار الرياضي الثقيل بحق رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون والمتورط في قضية فساد بكرة القدم في ضوء خسارة إنجلترا حصولها على استضافة كأس العالم. فبحسب تقرير رسمي صادر عن الفيفا، كشف كيف طلب كاميرون من وفد كوريا الجنوبية دعم إنجلترا لتنال استضافة كأس العالم عام 2018 مقابل تعهد إنجلترا بتقديم الدعم لمحاولة كوريا الجنوبية استضافة البطولة عام 2022، وحصل ذلك خلال صفقة جمعت الطرفين وعرفت باسم صفقة تبادل الأصوات. في أقلام إلكترونية لهذا اليوم نقرأ من موقع دامبريس مقالا لمي حميدوش عن سنوات الحرب والحصار في سوريا التي ما تزال صامدة، وقد بات الجميع يعلم بأن سر صمود الجمهورية العربية السورية يكمن في حكمة سيد الوطن ومكافحة الإرهاب وبسالة الجيش العربي السوري ووعي الشعب وإصرار المقاومين الشرفاء على دعم محور المقاومة. تتابع الكاتبة بالقول من يتجول في شوارع المدن السورية يتأكد بأنه رغم ضراوة المعركة إلا أن الحياة ما تزال مستمرة، وهنا لابد لنا من القول بأنه لولا تضحيات حماة الديار لما كنا اليوم قادرين على الاحتفال بالأعياد. مشاهدينا، أما الآن نتابع صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى ذلك الوقت في أمان الله.